أهلا بكم. وقع العراق وإيران اتفاقية تجارية جديدة بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وصرح المستشار التجاري الإيراني في العراق ناصر بهزاد بالقول إن الاتفاقية الجديدة تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية والوفد المرافق له إلى العراق، مضيفا أن الاتفاقية هدفها إيجاد مدن صناعية مشتركة وإنشاء مكاتب لصندوق ضمان الصادرات وزيادة عدد المعارض الإيرانية الخاصة في العراق. قالت وزارة الداخلية في العراق إنها تمكنت من ضبط 98 طنا مهربا من مادة شيش البناء في منطقة العزيزية بمحافظة وسط. وأضافت الوزارة أن الموارد المضبوطة تم تهريبها من منفذ زرباطية الحدودي باستخدام كتب إعفاءات جمركية لمشاريع استثمارية قد انتهى العمل فيها. أشارت الوزارة إلى أن المواد المضبوطة كانت محملة على متن شاحنتين تم القبض عليهما على الطريق الدولي الجنوبي للمحافظة. يذكر أن عملية التهريب من المنافذ الجنوبية قد زاد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. أعلن وزير الصحة اللبناني جميل جبق أنه تم التوافق مع الحكومة في العراق على إدخال الدواء اللبناني إلى العراق. وقال جبق إن حكومته قد اتفقت مع الحكومة في بغداد كذلك على دخول العراقيين إلى لبنان للاستشفاء تحت مظلة الوزارة وحمايتها في ظل ما كان يتعرضون له من مشاكل. بهذا التصريح المقتضب من القصر الجمهوري فتح جبق الباب أمام الدواء اللبناني لغزو الأسواق العراقية، بما يعني أن لبنان ستستفيد من هذا الاتفاق بما يقارب المليار إلى ملياري دولار سنوياً من أصل 6 مليارات قيمة فاتورة الاستشفاء العراقية للأدوية. قال وزير الموارد المائية جمال العادلي إن الواقع الإروائي والزراعي في العراق لا يزال يعاني من ظل افتقار البلاد للتقنيات الحديثة والحلول الناجعة. وأضاف العادلي أن بغداد يجب أن تستفيد من الخبرات الأسترالية لإنعاش وتطوير الواقع الإروائي والزراعي للبلاد وإنشاء منظومة للتحكم بمنشآت الضبط للسدود والسدات. حدد مصرف الرافدين فروعه المشمولة بالحصول على قروض شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني في بغداد. وقال المصرف إن الفروع المخصصة لمنح قروض بسماية هي الباب الشرقي، الفردوس، الأمين، المستنصر، حي الزهراء، الخلفاء، براثة، القصر الأبيض، الحي العربي وحي العامل. ودعا المصرف والمواطنين إلى عدم التركيز على فرع دون آخر في التقديم على الوحدة السكنية، وأن الفروع التي تم تحديدها تخضع جميعها لنفس الشروط والضوابط في عملية المنح. يذكر أن مشروع بسماية السكني قد شابه لغط كبير وقرائن فساد تورط فيها مسؤولون في الحكومة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.